محمد العربي المتوسي، عمري 24 سنة، من جاز الباب، عندي دبلوم ديتات سانتي، نخدم من ليكول بريفي في بيجا، واليوم نخدم دونك انفيرميي دون اون سوسيتي دامبولونس في تونس. شجعوني الدار باش نعمل فورماسيون هذه. وقت اللي دخلت نقرا عجبتني القراية سهلة، مع استاجيت بطبيعة استاجيتها في وسط القراية ودوم 3 سنين، كملت خذيت دبلومي وما بقيت حكيت عام ونص بطال. في العام ونص هذاك نعمل في ديموند للكلينيكات، النهار واحد من صحابي نعتني على السوسيتي هذي، قبلوني فيها، صافا تو عندي 7 شهور نخدم معاهم.